ورجع الخط، صار في تواصل بالخط. معالي الوزير مساء الخير. معالي الوزير فادي عبود مساء الخير، كيفك؟ مساء النور استاذ توني، مساء النور، كيفك؟ يبدو كنت مشغول ما رديت على اتصالنا. كنت بافتتاح كنيسه وتاخر القداس ولا تخزن. الله يقبل منك. شكرا. معالي الوزير، كنا عم نحكي عن ما ورد في جريده النهار، في جريده الديار عفوا اليوم، عن اتهام موجه الى اللجنه المنظمه والى لجنه الحكم في مسابقه جمال لبنان التي اجريت في الامس، وقيل ان هناك علاقه بين بعض المتسابقات وبعض المتمولين والاثرياء الذين دفعوا اموالا تقدر بالملايين من اجل انه يا تطلع ملكي يا وصيفي وما شابه ذلك. ما رد وزاره السياحه على هذا الموضوع؟ شوف، بالواقع استاذ توني نحن دأبنا بالاربع سنين الاخيره لنقدر حقيقه نرفع مستوى هالمسابقه وتصير مسابقه وطنيه اكثر ما هي مسابقه تجاريه. نعم. ردي كثير بسيط، خد كل شخصيه كانت بلجنه الحكم، نحن ببلد صغير بنعرف بعضنا كلياتنا سوا، وما بعرف اذا حدا تبين له من الشخصيات اللي كانوا موجودين بلجنه الحكم انه حدا ممكن منهم يكون يعني وصل لهالمستوى هيدا. بتأسف، بتأسف اشد الاسف الاتهامات هيك يعني بهالطريقه. ولكن في اتهام اخر للجنه المنظمه، يعني انه ممكن تكون اللجنه المنظمه هي عم تتعرض لبعض الضغوطات او لبعض الرشاوى كما ورد في الاتهام. انتم كيف فيكم تقدروا تضمنوا انه ما يصير في اي عمليه تلاعب بالنتائج؟ نحن طلبنا بكل تعاون وتهذيب من اللجنه المنظمه، يكون لنا نحن حق الفيتو على لجنه الحكم. وبالواقع عرض علي كل الاسماء اللي كانوا بلجنه الحكم وانا رحبت بهالاسماء، واذا انتهت نحن عم نجرب انه ما يكون في اي علاقه تجاريه ما بين اي شخص موجود بلجنه الحكم وشيء له علاقه بالجمال يعني بالتجاره. وهذا موضوع يمكن المره الاولى في العشرين سنه الاخيره اللي بتشوف النوعيه من اللجنه. طيب لماذا لم تعرض العلامات، يعني العلامات اللي كان مفروض انها تنعرض للسؤال الموحد لاخر خمس مشتركات؟ يعني المشاهد والراي العام ببيته ما شاف هالعلامات، ومن هون كمان طيب صار في شك انه ليش ما فرجيتونا مثل ما شاف المشاهد والراي العام. انا ما كنت موجود. نعم، بهالمسابقه. هيدا سؤال كمان، ليه ما كنت موجود؟ ما كنت موجود بالمسابقه لانه صحيا يعني مرقت بظرف صحي. نعم. شوي صعب، ما قدرت تكون موجود مش لاي سبب اخر، ولكن يعني الواقع انه بننتقل يعني لانه هالشيء هذا صار، او السؤال الخامس ما طرح على الجمهور جوابه، نستنتج من هذا الموضوع انه هيدي المؤامره معمول. اذا المؤامره معقول استستوني، ما بدناش بحاجه لا للسؤال الخامس ولا قصه من هالنوع. نحن صاير عنا بالبلد يعني هيك نظريات المؤامره هي دائما موجوده. الرياضه اذا بدك الوطنيه، سبور ناسيونال صار بلبنان. ما يعني هيدا موضوع وطني، بما هيدي بدها تمثل بلدها. نعم. وبالتالي عم نسعى وعملنا اكاديميه للتدريب لنرفع من شأن ومستوى هالمسابقه، وباكد لك انه كل هيدا التصورات عند. نعم. البعض، في كثير ناس يعني منه رايق لهم انه بالواقع رفعنا المستوى وسكرنا الدكاكين اللي كانت تتعاطى بالجمال بلبنان، وهذا الموضوع يعني في البعض زعجه. ولكن نوصل لمستوى التهم من هالنوع منا بمحل. معالي الوزير، بعد في سؤال اخير بدي اسالك اياه، بما انه عم نحكي عن نظريه المؤامره، دائما نحن بنفكر بمؤامره، كمان ايضا هناك من يعتقد ان هناك مؤامره بان تمنح دائما يعني تنظيم او يمنح تنظيم ملكه جمال لبنان او حق التنظيم لشاشه واحده هي شاشه ال بي سي او شاشه المؤسسه اللبنانيه للارسال، وقد تقدم لحضرتكم عدد كبير من الطلبات من عدد من التلفزيونات اللبنانيه وعلى سبيل المناقصه لاخذ حقوق تنظيم ملكه جمال لبنان، ومن دون مناقصه بقي هذا التنظيم حق مع ال بي سي. لماذا؟ سيدي، لانه ال بي سي هي المعه الحصريه
لتمثيل لبنان في المس يونيفرس. نعم. فبالتالي نحن من اول نهار ابلغنا كل التلفزيونات اللي زاروني تفضلوا ما انتم بكون تعملوا الهوم ورك تبعكم، بتجيبوا الحق بتمثيل المباراة الدولية، نحن ما عندنا مانع ابدا بهالموضوع. فبالتالي تقدم لي من ال بي سي الحق الحصري بالمس يونيفرس. نعم. فبالتالي يعني ما كان عندنا خيار حول هذا الموضوع. طيب الحق الحصري لمس وورد مع مين؟ ما بعرف، ما حدا تقدم لي بالحق الحصري لمس وورد. لانه انا بتذكر بفتره من الفترات لما كان الحق الحصري لمسابقه دوليه بتصور مس وورد او مس يونيفرس مع الام تي في، كانت وقتها ملكه جمال لبنان مع ال بي سي. يعني رغم انه الحق الحصري كان لمس وورد او مس يونيفرس مع الام تي في هي اللي بتقدر تروح تمثل لبنان، كانت اللي عم بتنظم ملكه جمال لبنان هي ال بي سي. سيدي هذا الموضوع برجع بقول لك، اذا حدا بيتقدم للوزاره، انا هيدا موضوع الحصريات بتعرف رايي بالموضوع، مش بما يتعلق لا بمس لبنان وبيتعلق بكل شيء، انا ضد اي حصريه. ولكن اذا كان في مس يونيفرس وما بتقدر تعمل مسابقه مس يونيفرس الا باللي عنده الحق الحصري بتمثيل مس يونيفرس، يعني صفت الوزاره ما بقى عندها خيار. نعم. هلا في مس وورلد وفي اي شاشه تلفزيونيه بتحب انها تقدم بمس وورلد وبنقدر نعمل مسابقه، يعني ما نصفي كمان العمليه مسخره، بقى نعمل مسابقه واحده لمس لبنان كمان يدرس الموضوع. مستر لبنان باشرافكم صار؟ لا، مستر لبنان المسابقة الأخيرة ما كان معنا خبرها كمان. قبل ما حدثت يعني ما كان معنا خبرها، وفي إجراء هو لو كان معنا خبرها وتابع على الإجراء يعني نشر بالجريدة الرسمية ما في أي مشكلة، بس الوزارة ما كانت على علم أبدا وجرت هذه المسابقة دون علم الوزارة. وبالتالي معالي وزير السياحة الأستاذ فادي عبود، شكرا لهذه المداخلة وشكرا لهذا التوضيح، شكرا لك. و